غايتان شريفتان وقفنا نحن الجمهوريون حياتنا حرصا عليهما وصونا لهما، وهما الإسلام والسودان. الأستاذ محمود محمد طه عاش عمليا هذه المقولة، حيث قدم نفسه فداء بعد أن قضاها وقفا وصولا للغايتين الشريفتين. في بداية الحركة الوطنية، بينما كان حزب الأشقاء ومن معهم ينادون بالاتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق، وحزب الأمة وجماعة الأنصار ينادون بالاستقلال والتحالف مع بريطانيا، كان الحزب الجمهوري ينادي بجمهورية مستقلة بلا اتحاد مع مصر ولا تحالف مع بريطانيا. أول ما نشأ الحزب الجمهوري كنا نشعر تمام بأن الفكرة ما في الحركة الوطنية والحماس ما في الحركة الوطنية. من الوقت ده كانت الحركة الوطنية بالصورة دي، ناس في القاهرة ساكنين على حساب الحكومة المصرية وضيوف على الحكومة المصرية، وبيمشوا مع أساس المصريين ليعطوهم سند بأن السودان مع مصر حتى في وحدة التاج. والناس اللي جوا في الخرطوم كانوا ماشيين مع الإنجليز، وكانوا بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يطوروا البلد، وأنه بالتخطيطات اللي وضعناها الإنجليز للمجلس الاستشاري وللجمعية التشريعية والخطوات الممكن يمشوا بها في 20 سنة، زي ما قال الحاكم العام هدلستون في الوقت ده، السودان بيصل لمرتبة الحكم الذاتي. بعدين لا يمكن للطائفية أن تكون عندها مصلحة في نشر الوعي الإسلامي اللي بيحرر الناس، لأنها الطائفية باسم الدين بتستغل وبتستعبد الناس، والطائفية باسم الدين بتجمد الناس من أن يتحركوا كأفراد أحرار يزنوا الأمور ومسؤولين أمام الله. هنا إذا كان شفنا المعارضين الأذكياء زي بابكر عوض الله وعبد الخالق محجوب، في معارضين تانين بيموعوا القضية مثلا زي آخرين بيكتبوا عايزين يصرفوا الناس عن الاهتمام بخطاب الأزهري، لكن نحن بنعرف أنهم دائما ما عندهم المواجهة الصادقة، دين ما بنهتم له. نجي للجانب الثاني اللي هو فعلا عايز يستقل الموقف ده، جبهة الميثاق، تعليق الترابي وتعليق صادق عبد الماجد فيه استغلال للموقف. وإذا كنت أنت عايزين تنصر الشيوعية أن تزرع عمل زي ديتم، ولا أنت ولا أنا ولا الثالث والرابع يمكن أن ندافع على الوضع ده، نكون فعلا كرهنا الإسلام لأنه ظهر لنا في صور من العذاب وصور من السلبية وينفذوه ناس ما هم مسلمين، وتلقى حتى الحدود تطبق على الغفير وينجو منها الأمير. ومنذ وقت مبكر سعى الأستاذ محمود بكل الوسائل لتنبيه السودانيين ليتجنبوا الشقاء والذل والمهانة على يد الإخوان المسلمين. وفي نهاية السبعينات وتحديدا في العام 1978 أعلن الأستاذ محمود حملة مكثفة ضد نشاط الإخوان المسلمين، وتحدث عن الهوس الديني كخطر عالمي، وكتب 3 أجزاء متتابعة باسم هؤلاء هم الإخوان المسلمون. وبالفعل تم عمل مكثف في التوعية بهذا الأمر بالشرح والنقاش مع المواطنين في الشوارع والأسواق وفي الحارات والقرى وفي الجامعات والمدارس والمكاتب عبر محاضرات وأركان النقاش وخلال المعارض وحملات الكتب. وبعد عمل مضن وكثيف وضح أن السودانيين لم يستوعبوا لغة الكلام، وألغ الأستاذ محمود أن ذلك إيذان بأن الله سيكلمهم بلغة الفعل، وذلك بأن يحكم الإخوان المسلمين بأنفسهم. ومن يومها توقفت تلك الحملة المكثفة، وصار مفهوما أن الإخوان المسلمين سيستلمون السلطة. وجاءت قولة الأستاذ محمود الشهيرة: من الأفضل للشعب أن يمر بتجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين، إذ لا شك أنها سوف تكون مفيدة للغاية، فهي تكشف لأبناء هذا البلد مدى زيف شعارات هذه الجماعة التي سوف تسيطر على السودان سياسيا واقتصاديا ولو بالوسائل العسكرية، وسوف يذيقون الشعب الأمرين، وسوف يدخلون البلاد في فتنة تحيل نهارها إلى ليل، وسوف تنتهي هذه الفتنة فيما بينهم، وسوف يقتلعون من أرض السودان اقتلاعا. والآن هل وعي السودانيون هذا التعليم الإلهي أم ماذا له يحتاجون بعض الوقت؟ من الواضح أن إسلام الصوت والسيف لم يعد له مكان في السودان. الطائفية بشقيها أيضا أخذت فرصتها كاملة،
وزعماءها على كل حال قد اختاروا أن يضعوا أنفسهم في نفس المركب مع الأخوان المسلمين. إنما بقي أمام السودانيين الآن هو التجربة الديمقراطية الواعية المناهضة للطائفية. ولكن ليس هناك كثير وقت ليضيع في تجربة ديمقراطية لا تصاحبها مساواة في توزيع الموارد أي الاشتراكية. وقد شرح الجمهوريون هذه النقطة بكتابهم ساو السودانيين في الفقر حتى يتساووا في الغنى. وشيء آخر قبل ذلك وأهم من ذلك، وهو أنه لن يصلح أمر الحكم في السودان بغير الثورة الفكرية في تصحيح الأخلاق والقيم. كتب الأستاذ في مقدمة كتيب الكذب وتحري الكذب عند الأخوان المسلمين في العام 1979: أما نحن الجمهوريون فإننا قد أخذنا على أنفسنا أن نرفع بلادنا من ومن ورائها الإنسانية جمعاء عن وهدة الجهل والتخلف، ولن نتوانى أو نتراجع أو نتهاون في هذا الواجب المجيد رغم ما يعترضنا من هوس الإخوان المسلمين وعنفهم، ولسوف نصر على المنابر الحرة حتى تقتلع هذه الشجرة الخبيثة من تراب أرضنا الطاهرة بإذن الله. ونحن على يقين أن هذا الأمر لن يطول، ذلك بأن خيانة الإخوان المسلمين وكذبهم وسوء خلقهم وقلة دينهم ستتضح لشعبنا بصورة جلية عما قريب، ويومها سيتم العزل التام، عزل جماعة الإخوان المسلمين عن هذه الدعوة الدينية التي يتشدقون بها، وسيطهر الإسلام مما يلصقونه به من تشويه ومن شوائب. كتب الأستاذ محمود: ثورة أكتوبر ثورة لن تكتمل بعد، وإنما هي تقع في مرحلتين نفذت منهما المرحلة الأولى، ولا تزال المرحلة الثانية تنتظر ميقاتها. المرحلة الأولى من ثورة أكتوبر كانت مرحلة العاطفة المتسامية التي جمعت الشعب على إرادة التغيير وكراهية الفساد، ولكنها لم تكن تملك مع إرادة التغيير فكرة التغيير حتى تستطيع أن تبني الصلاح بعد إزالة الفساد. من أجل ذلك انفرط عقد الوحدة وعيد إزالة الفساد، وأمكن للأحزاب السلفية أن تفرق الشعب وأن تضلل سعيه حتى وأدت أحداث ثورة أكتوبر تحت ركام من الرماد مع مضي الزمن. وما كان للأحزاب السلفية أن تبلغ ما أرادت لولا أن الثوار قد بدا لهم أن مهمتهم قد أنجزت بمجرد زوال الحكم العسكري، وأن وحدة صفهم قد استنفذت أغراضها. المرحلة الثانية من ثورة أكتوبر هي مرحلة الفكر المستحصد العاصف الذي يتسامى بإرادة التغيير إلى المستوى الذي يملك معه المعرفة بطريقة التغيير، وهذه تعني هدم الفساد القائم ثم بناء الصلاح مكان الفساد، وهي ما نسميه بالثورة الفكرية. فإن ثورة أكتوبر لم تمت ولا تزال نارها تضطرم، ولكن غطى عليها ركام من الرماد، فنحن نريد أن تتولى رياح الفكر العاصف بعثرت هذا الرماد حتى يتسعر ضرام أكتوبر من جديد، فتحرق نارها الفساد ويهدي نورها خطوات الصلاح. بأيدي قوية ديمقراطية بلا
الوطن الحر مرفوع الراس. وليس عندنا من سبيل إلى هذه الثورة الفكرية العاصفة غير بعث الكلمة لا إله إلا الله جديدة دافئة خلاقة في صدور النساء والرجال، كما كانت أول العهد بها في القرن السابع الميلادي. الأستاذ محمود هو القائل منذ 1951: أنا زعيم بأن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم، وأن القرآن هو قانونه، وأن السودان إذ يقدم ذلك القانون في صورته العملية المحققة للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن وحاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب. ولا يهولن أحدا هذا القول، لكون السودان جاهلا خاملا صغيرا، فإن عناية الله قد حفظ على أهله من أصائل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض بأسباب السماء.